مرحبا بكم اللي نسأل كل في أخبارنا الرياضية باش نحكيه على تحذير شديد للهجة من الفيفا بسبب طلب الوداد شهادة أحمد أمام التاس. أكدت مواقع إخبارية مغربية أن فريق الوداد لم يفقد الأمل بعد حيث أصر رئيسه على أن يقدم كما قلنا أو يقدم رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أحمد شهادته أمام لاتاس وهو ما اعتبرته الفيفا وفق مصادر عليمة عدم حياد من جهة رئيس الكاف موجهة كما قلنا تحذير من التلاعب داخل مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وخدمة المصالح الخاصة لجهات معنية على حساب الأخرى. يذكر أنه بعض المطالب الوداد أمام المحكمة الرياضية الدولية لاتاس أثارت استغراب أيضا اللجنة قبل رفض جل هذه المطالب باعتبار أنه لا يمكن لفريق منسحب وهو منهزم أن يطالب بمنحة الكأس دون إعادة المباراة. كما وجهت الفيفا طلب للكاف داعية إلى ضرورة تأثير الأندية لتقبل الخسارة والانتصار في المباريات والأخطاء التحكيمية التي تدخل في إطار اللعبة.